Anyone? Yeah. خليني سلام يا ميش. لا مو على صفتهم خليهم بيدي. أيوة. أول مشاهدين عمار كل الهلبي. مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عليكم متابعينا متابعين صياغة جودي. مثل ما تعرفون كل ما توصل بضاعة جديدة نسوي لكم بث مباشر حتى نشوفكم البضاعة. وقبل لا نبدي نعرضها لكم صعدوا لنا البث سووا لنا مشاركات حتى نشوفكم اياها. وعليكم السلام ورحمة الله. منورين بوجودكم. حبيب متوفر كل شيء. بس صعدوا لنا البث سووا لنا مشاركات حتى نشوفكم القطع. وين المقدمة؟ وين العناوين؟ بعد خلي يصعدون البيت وما كنت حاضرين العناوين هسه من هالقد ما نكرر. لا ما يخالف. نذكركم ما يخالف نذكركم بالعناوين. الفرع الأول بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. وحاليا أسعار الذهب 385 بيع و375 نشتري. يتوفر توصيل في محافظة يتوفر توصيل. يتوفر توصيل كافي محافظات العراق من الشمال للجنوب محافظات 15 وداخل بغداد 10 همزين فاضل يمي. مساء العافية. كل الهلا بيكم. بس سووا لنا مشاركات وعليكم السلام. اي سؤال اي استفسار حابين تسألوه احنا نجاوبكم تدللون. مساء الخير من عندي قبل ورا شهد. مساء الخير انت. بنزحنا عليكم عندكم كسر ذهب؟ لا ما يتواجد. الماس عندكم؟ لا. أين فاضل؟ موجود خلف الكواليس فاضل. حيدخل بعد شوية. لا والله ما مشط. سووا لنا مشاركات، سووا لنا حركة أكثر. هذا ذهب اللي وفرنا لكم إياه، هذا الذهب الجديد. ما أعرف كان هنا شنو؟ ها هي قلي طاش يعني كبيره مفرد كبير بالعشاره الجنوبيه اللي هو كبير. ايه طبعا مثل ما تعرفون بضاعتنا كلها داخل المحل كلها ايطالي وتركي وخليجي ما نتعامل بالعراقي ابد وعيار 21. هي المهم انه تكون البضاعه مستورده. نشتري 375 ونبيع 385. والله ما نعرف أسعار الذهب إذا بيها نزول أو صعود أكثر لأن هي أسعار عالمية. هنا أنا حافظين ما شاء الله التعليق يقول العنوان مول النخيل طابق ثاني مجاور أسي. عاشيتكم. منو؟ صارت محفوظة. في مودة؟ المهم فتشي بحرف الأم. تدللون هسه أعرض لكم توت. خلي يسوون لنا مشاركات، خلي يخلونا اعجابات، تعليقات، وخلي يقولون لنا بالتعليقات انه شنو القطع اللي نبدي بيها ونعرفها لهم. حيدر ابو احمد مساء الورد، مساء الحب، مساء الياسمين، مساء الطيبه، مساء المحبه. اليوم فطومه ضايجه، لا فطومه والله ما ضايجه. هاي هيك
حفظك الله وراك وعذاك عن كل شياطين الإنس والجن. محفوظ. تسلم في دول قلبك. هاي رقية شرعية. حيدر العراقي يا ريس سؤال. تفضل حبيبي. تفضل عيني. أي سؤال إحنا نجاوبه. يحفظ الجميع. يلا أبدو. خلينا نعرض لكم القطع بين مصعدون البث بعد اكثر لان احنا طمعانين بكرمكم اكثر. نعرض لكم اول شيء القطع الاني لابستها لو فطومه كيفك فطومه بلشي نعد. خلي اعرض لكم اول شيء القاردون لابسته اني شوفوا هذا يصير لفتين باعوا لي الغرام اليوم 77,000 ويا الاجور يصير 85,000 شوفوا هذا القاردون هذا وزنه 80 غرام و350 سعره 6,830,000 6,830,000 شوفوا ايش قد حلو اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين والله اقطع سالفتي كان واحد دا يسال عليه فاضل يطلعوا اني اصرقها القدر مو قلت لكم ما مشط دا انطي فرصه للشباب الفرع مالتنا هذا اللي نعرف حاليا منه شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني مجاور إلسي البتوت هذولي شوفوا لياهم شوفوا جمالهم ديزاين ايطالي شوفوا التفاصيل مالتهم ايش قد حلوه شوفوهم هذول وزنهم 99 غرام و250 لا خلينا نشوف شنو ايش اسمه سعرهم 8,435 الباقيات الصالحات طبعا احنا نعتذر من يمك اغلب التعليقات ما لحق نقراها بسبب اللود احنا نتاسف من يمك جدا ممكن تراسلون البيج والطلب اللي تردونه راح يردون عليه الموظفين المختصين هسه نشوف في المحبس احنا كل شو ولا زعلكم اكيد لانه الذهب واحنا جايبينه لكم وهي كل البضاعه اللي موجوده بالمحل داخل المحل سواء بهذا الفرع او الفرع الثاني هي بضاعتكم كم للعفو ست شهر قاطع ناس شوفوا لي ذول الملاوي شوفوا ديزاين يختلف عن المتعارف عليه باعوا لي اياهم كلش حلوات تريد بعد انت تخبل اشكرك شكرا جزيلا على هذا الاطراء الجميل ذولي وزن 62 غرام و390 سعرهم 5,305,000 بعدين عرض القطع كل حبي اسمي شهد اني وفطومة فاطمة لا مو العفو فطومة بعد ما أحب اسم فطومة كلش حلو ايش فيك لا هو اسمي من الصحيح باكو واحدة يتعرف وياي يعني. اكو شفت هنا سؤال الملاوي ايش قد سعر والصياغة اللي لابستهم الملاوي سعرهم 5,305,000 اجورهم 8 اجورهم 8 هذول القطع اللي راح نعرض لكم اياها كلها اجورها 8 واذا تحبون نشوفكم همينا قطع عليهم عروض همينا بس خلينا نكمل هذول القطع حتى نشوفكم شوفوا لي هذه الشباحي شوفوا ايش قد حلوه اذا ما تبين بس اكتبوا لي واخذوا لها سكرين حتى من لابسته شباحي وزنها 17 غرام و810 سعرها 1,515,000 الخاتم الان اللي لابسته هذا ابو الشذره وطبعا الحجر مطروح من عنده شوفوا لي ايش قد فخم وحلو شوفوا يجنن هذا وزنه 8 غرامات و5 سنت 8 غرامات و5 سنت سعره 685 يعني جدا جميل بالنسبه للسعر المناسب باعوا التفاصيل مالته اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين خلي بس
اكمل ذول شوفوا لي هذا المحبس خلي انزع لكم اياه اشوفكم اياه هيك شوفوا ايش قد حلو تدللون عمري هسه نشوفكم انواع القلايد الخشنه والناعمه كل شيء تريدون حنشوفكم شوفوا لي هذه المحبس شوفوا ايش قد حلو كيلو الذهب 85 مليون هذا وزنه 9 غرامات و250 9 غرامات و250 سعره 785 سعره 785 شوفوا ايش قد حلو وشوفوا هذا كلها تسال عليه رجعت وفر قل اعوذ برب الفلق باعوا لي صدق جميل ما شاء الله يعني يجنن وعليكم السلام ورحمه الله شوفوا هذا وزنه 9 غرامات و250 9 لا استغفر الله هذا وزنه 5 غرامات و390 وزنه 5 غرامات و390 سعره 460 سعره 460 كلش حلو باعوا لي يلا زين هواي سألوا علي هواي سألتوا على البضاعة اللي أنا لابستها بس كنت أنتظر شهر لتكمل لكم أفضل أسوي الدور على زحمة وأعرض لكم القطع وأسعارها وأوزانها نبلش أول شيء نستبحى هذه أعتقد أنتم انتبهتوا عليها وسألتوا عليها يعني كلش حلو أي هنايا مبينة هذه السبحة وزنها 38 غرام و 650 38 غرام و 650 كلش حلوة هي تقريبا يعني أطول من الشكل بس مبينة مطالعة فيها سعرها 3 ملايين و 285 3 ملايين 285 اي تمام اكرر السعر 3 ملايين 285 التراشي شوفوا لي اياهم مبينين وزنهم 11 غرام و 58 11 غرام و 850 سعرهم مليون و 10000 فقط يعني هذا الوزن كله كشكل وفخامة دولي بس مليون وعشرة آلاف ده تشوفوهم البتوت دولي 11 قطعة عوايش نوعيتهم اللي متعودين عليه احنا دائما ستة بس دولي 11 وليهم وزنهم 96 غرام 360 96 غرام 360 صحيح وزنهم ثقيل بس يعني كل قطعة ولها لباستها يعني اكو ناس كلش تحب هالشكل الوزن ويستاهلون يعني بنظري يستاهلون وبنظر الكل سعرهم 8 ملايين 190 8 ملايين و190 ليش ما تعرضون ملاوي راح نعرض ملاوي تدللون اي راح نعرض لكم كل شيء الكارتير اللي لابسته تشوفوه 33 غرام و440 وزنه 33 غرام و440 سعره مليونين مليونين و840 سعره مليونين و840 وطبعا اكو اوزان اقل واكثر تطالبون دائما باوزان كارتير اوزان خفيفة فجايبين لكم اليوم اوزان خفيفة واوزان مناسبة 385 بس شوفي من الكارتيرات الاوزان اي كملتي العرض؟ لا لا لسه مناسبة الكارتير اللي لابسته
اعرض لكم دولي اوزان اكثر واكو اوزان اقل من اللي لابسته. دولي الاوزان يعني اوزانهم كلش مناسبه. مثلا هسه هذا 11 غرام، 11 غرام هذا، هذا 51 غرام، هذا اكثر من اللي لابسته. دولي اللي اقل تشوفون انستغرام هذا 41 غرام، متوفر توصيل كافة محافظات العراق، محافظات 15 مثل ما قلنا وداخل بغداد 10. سوارات تحبهم حبيبي، تستاهليهم تستاهليهم. مثقال الذهب حاليا 385 نبيع و 375 نشتري. نسيت. ركزوا بهم اكثر، وسعر او شيء او فد قطعه معينه تعجبكم سكريا ودزونا خاص وتدللون. اكمل القطع اللي لابستهم شباحي. خليجي ديزاين تصميم، طبعا دائما كل ما نعرض شباحي خليجي ياخذوها اهل البصره. لاحظين؟ اي تحياتنا طبعا لاهل البصره وكل المحافظات. تحياتنا لنخل البصره ومياه شط العرب. عموما شوفوا ليها وجمالها ونزاكتها. هذه كلها وزنها 21 غرام 380، 21 غرام 380، سعرها 1,815,000، 1,815,000 كشكل وزن، سعر كلش مناسب. ليش فاضل؟ حسن جاوب. ممكن جواب ليش التوصيل كان 10 صار 15؟ شركة التوصيل اللي متعاقدين وياها واللي مهتمة بنقل الذهب صعدوا اجور بسبب المخاوف والمخاطر اللي يتعرضون لها اثناء عملية نقل الذهب. مثل ما تعرفون هي مسؤولية كبيرة جدا ومو اي واحد يتحملها، فتعرفون انت ممكن انه انت توصل قطعة ملابس او توصلون طعام يعني ياخذون 10 او 5، بس الذهب يعني مسؤولية كبيرة، لذلك تواجههم عقبات هواي، فصعدت اجوره. يعني هو فد شيء مناسب وكل صاغه تتعامل بهذا النظام، يعني هو شيء مو من عندنا، الشركه هي اللي تفرض اجور النقل. هو احنا كبنات يعني اغلب شيء البنات. كقطعه لو يقولون ب 100,000 توصيل مجاني اوكي تمام ما نعترض، بس اذا هي بمليون توصيلها 10 هو الموضوع نفسه يعني. اي موضوع نفسه. عمري المحبس مال قل اعوذ برب الفلق هذا سعره 460 ويا التوصيل لدياله 475. هذا قلبي اخذي له سكرين ودزي حتى نثبت لك الحاجز تدلين قلبي. هذا اللي يسأل على اجور الغرام، البضاعة اللي اذا نعرضها اجور الغرام 8000. اسعار الذهب اليوم المثقال 385. بس حسين بلا زحمة ملاوي دي يطلبون هواية. ايش قد سعر اللي تقصدين الكارتير؟ 33 غرام وزنها و 440، 33 غرام و 440، سعرها 2,840,000. القلادة الطويلة اللي لابستها حبيبي هذه سبحة 38 غرام وزنها و 650، 38 غرام 650، سعرها 3,285,000، 3,285,000. شهد تشبه ممثلة مصرية، شنو اسمها؟ مني شهد. نعم شهد شكلها مو المصريين، خلايجي شي قولوا إيرانية قولوا سورية قلبتوني. شو مصري قبلان؟ شوفوا هذول الملاوي اللي طلبوا ملاوي صومالية من أفضل صومالية. شوفوا لي هذه الملاوي باعوا، هذا زوج باعوا، وهذا شوفوا وهذا اخذوا لهم سكرين اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين. شوفوا ليا هذول همين باعوا ذولا كنعمات وذول خشناص للي يحبون الفخامه باعوا لياهم.
شوفوا ياها كلش ديزاين حلو راقي، يعني مو بس ضخامه وهيك بلا داعي، باعوه كلش حلوات. هذه نشوفكم، اي شيء تطلبون قولوا لنا حتى نشوفكم. حاليا ما متوفر توصيل خارج العراق، جدا نعتذر، فقط داخل العراق ان شاء الله بالايام الجايه. القاردون الان لابسته هذا دكتوره مها، هذه حبيبي قاردون وزنه 80 غرام و350، سعره 6,830,000، 6,830,000. للي طلبوا محابس رجالي 630، شوفوهم نشوف هذا يسعر دبه الغاز، بيش دبه الغاز يمكم، واذا من المحطه ب6 واذا تشتريها من الشارع ب7. نجاوبكم على الغاز على المي ار وكل شيء تردون، اي شيء اي سؤال اي استفسار عادي ترى. ان شاء الله يصير اجي محلكم بس اتفرج حبيبي، كل الهلا كل الهلا. بس خدمه الشاي ماكو، مهيمن ما موجود، يومين يومين اجي تعالي على الاسبوع الجاي. شوفوا لي هذه الطابله مال المحابس، اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين، صعدوا لنا البيت. شوفوا لي هذا اي شيء يعجبكم قولوا حتى نشوفكم. طبعا يطلبون كل الهلا بيك، عمر ما شوي ونعرض لكم، بس يعني صعدوا لنا البث على مود اكثر عدد ممكن يشوفهم. ناس مقبلين على زواج، ناس ورا الزواج وبدلت عليه قالت له ما عجبني. بعد شنو سالتي بنيه، سالت لي قالت لي يمكن تراتشي 500,000 صح؟ اي موجود حبيبي، دزي لي خاص وتفضل علينا فاضل. و المثقال حاليا 385 و375 اي موجود. لا انا جبت تراتشي هسه راح اعرضها، هسه اشوفك اياها قلبي. بس سووا لنا مشاركات اكثر، السوارات الان لابستهم التوت، شوف فيهم قلبي. هذولي وزنهم 99 غرام و250، 99 غرام و250، سعرهم 8,445,000، 8,445,000. نشوف التعليقات. يلا نبدي نعرض لكم البضاعة. شوفوها عندكم قلاصات موجود متوفر حبيبي. شوفوا لي هذه التوت، شوفوا موديلهم كلش حلو. مثقال حاليا 385 بيع و375 نشتري. شوفوا لي هذولي 6، وطبعا تقدرون تاخذون 3 عادي ماكو مشكلة، وسعرهم مناسب همينة. اقلاده باسم عائشه، شغل عراقي حبيبي، متوفر صيانة خاصة تعتبر. تفضلي للمحل وتدلين. والذهب اللي نسويه احنا ذهبنا مستورد. لا هي تقصد الشغل عراقي. مضبوط يا سيارة عراقي، بس احنا الذهب اللي نشتغله ذهب مستورد. عمري في دول وجهك منورين بوجودكم. سعر المثقال اليوم 385، بيع شراء 370. 75 75؟ اي مش قاعده جماهيريه كذي ما شاء الله. شنو لا سامحة تسال عليك. لا شوفي لا تدللون هسه نشوفكم خلاقي. التراتش اللي لابستهم فطمه تراتشي 11 غرام 850، وزنهم 11 غرام 850، سعرهم 1,010,000. طبعا الكاميرا مال الفيسبوك مو هالقد مبينه، اني القطع مو هالقد تبين. شوفي لي ذولي الاساور هسه التوت اللي شوفتكم اياهم، وزنهم 42 غرام و280، سعرهم 3,595,000.
3,595,000. شوفوهم المحابس الرجالي في الدلل هسه عيد عرضهم في الدلل. هذا هذول الملاحقة وياخذون سكرين، اخذوا لهم سكرين. نذكركم بالعناوين، الفرع الاول بغداد شارع فلسطين مال النخيل الطابق الثاني، والفرع الثاني منصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. هاي ليش هذا الكوخ البام عندنا كافة الاوزان، كافة الاوزان. شوف هذول همين زين نبلش نعرض لكم سوارات. شوفوا هذا كارتير قطعتين او بالاحرى اكثر. وزنه 16 غرام و250، 16 غرام و250. سعر سعره 1,380,000، 1,380,000. اللي يسألون على التوت البروم، موجود البروم الناعم وموجود الخشن وموجود كافة القياسات والأوزان. شنو؟ كم؟ شوفوا دولي، شوفوا هذا الناعم، شوفوا دولي الخشن، كافة القياسات موجودة. شوفوها. أي شيء يعجبكم أخذوا له سكرين. شوي هذا السوار. طبعا مدى يبينون قطعة من سوري يمج بالجرار. هذه يبين مدى يبين بصورة أوضح. هذه الميدالية طبعا تايجر ولا هو صغير يعني يعتبر فهد. هذا وزنه 13 غرام و190، 13 غرام و190. سعره 1,120,000، 1,120,000. شوفوا لي دول التوت، شوفوا الجمال مالتهم، كلش حلوات. باعوهم دولي خليجي فاضل. اي نعم خليجي. نعم دولي خليجي مال دبي. خليجي من دبي نشأهم. دولي وزنهم 99 غرام و160، 99 غرام و160. سعرهم 8,230,000، 8,230,000. يسوون والله يعني هسه بالحقيقة كل الجميلات باعوا لياهم. العقد الكارتير اللي تسيرون عليه وزنه 33 غرام و440، 33 غرام انا دا انسى الفيسبوك. 33 غرام و440. سعره 1,840,000، 1,840,000. دا تشوفون الفخامه. الدليل ينقلبي ايمان. هسه عرض اشتراكي الشف اللي لابسته الشباحي هذا اللي هو ديزاين خليجي وال يعني نوعه خليجي. التوت الناعمه وزنه 21 غرام، 21 غرام 380، 21 غرام 380. اهلا وسهلا. سعره 1,815,000، 1,815,000. هذول التوت الناعمة قلبي، البرم الناعم، وزنهم 81 غرام 60 سنت، سعرهم 6,890,000، 6,890,000.
شوف هذا السوار. طبعا هذه مطروح. طبعا مطروح. هذه مينا. مينا. هذا السوار. وزنه 7 غرامات 540. وعليكم السلام ورحمة الله. مداري ريدو أكتوب صح؟ ما في المانجليز وزنه 7 غرامات 540 سعره 640 640 حلوان مجيات كل جديدة ترى هاي هاي حتى اللي موجودة بالعرض شوفوا لي هذا جمال الفخامة أي واحد من يمهم إذا قطعة ما واقع عندكم أو ما تزن الأرض بصورة صحيحة فتسبوا لي كلش أي وزنه 29 غرام 520 29 غرام 520 ثانية كملوا نطيني قياس مالك شوف 2 مليون و 510 2 مليون و 510 شوفوا لي دائما الكتوت باعوا كل المجالات موجودة اللي يحب نواعم اللي يحب خشين باعوا اليوم هذول 85 غرام شوفوا لي اياهم ذولي وزنهم 76 غرام و 28 سعرهم 6 ملايين و 530 زين خلي شوف نعم لطلع لي تدللون هسه نعرض لكم المحابس قولي هذه الميدالية كتاب الله وزنها 9 غرامات و110 9 غرامات و110 هديتها اي بما معناه سعرها يعني لا ولا واحد ولا واحد سعر الميدالية فقط 775 ميدالية بس شوفوا لي دولي سادة وماس دولي فتوت ناعمة عددهم 5 شوفوا لياهم اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين حبيبي جدا نعتذر ما متوفر توصيل حاليا خارج العراق بس ان شاء الله نوفر هذه الخدمة بالفترة الجاية هذولي وزنهم 31 غرام و 620 سعرهم مليونين و 685 مليونين و 685 سادة وماس شوفوا ياهم بيسألون على قلادة أوزان خفيفة كل ذولي زين وزن 58 هذا أريد 50 50 60 المشكلة أو 69 كلش حلوة ليرات وانفينيتي خليها تشوف النقص تفضل هنا شوفي شوفي شنو وزنها 3 غرامات 780 3 غرامات 780 سعرها 340 فقط هذول ما فيهم 10 340 فقط 11 ثقيلات لا هذول شوفوا ياهم توت ناعمه همينه شوفوا ياهم وزنهم 57 غرام و350 57 غرام و350 سعرهم 4 ملايين و875 4 ملايين و875 شوفوا ياهم انا عندي توت عندي 20 غرام اي زين حاليا سعر المثقال 385 بيع و375 نشتري
فولي هذه قلادة أيضا وزن خفيف. أربعة غرامات ومية وسبعين. سعرها 370 عفوا 370. شوفوا لي دولي أساور، شوفوا لي ياهم عددهم 6. دولي وزنهم 51 غرام و 970، 51 غرام و 970. سعرهم 4 ملايين و 415. ايش يعجبكم؟ اخذوا له سكرين حتى ندزلكم صورة واضحة إلى وكامل التفاصيل. بيسألون على الكارتير اللي لابسته. كارتير اللي لابسته وزنه 33 غرام و 440. 33 غرام و 440 سعره مليونين و 840. فوليا هو ينزل أيضا، يعني إذا تحبون حسب. دا يسألون على الملاوي هذول، يعني دولي وزنهم 62 غرام و 390، يعني 60 غرام و 390. سعرهم 5 ملايين و 305. حسبنا الله من ومنهم. حبيبتي يقطع الخزين عليهم ثلاثة لو ايش بالضبط. شوفوا لي هذه ملاوي تايجر، باعوا لي اياهم كلش حلوات. شوفوا لي اياهم جيت حلوات. كان قبل شوي العكس عادي خشي. هسه ليش نبهنا على هيك؟ نبلش نعرض لكم شغلات تجارية. يعني شوفوا ربرات تجارية ينباع واحد لساعة. دجاج هم جيبي. اي هذا حلو، هذا هم دجاجي. ايه راح تجينا موديلات بالايام الجايه هم مباريات جديده. ثانك يو. يلا اخذ الشاشه. ماشي شذره سوداء يا هو لابسه. اي قولي شذره اليوميه. عمري هذه شذر تنيلي الحجر مطروح. سعره 685. خلينا نشوف لكم الاسعار. سعر هذا السوار عفوا وزنه 14 غرام و400، سعره مليون و480. الربر الثاني طبعا هم متشابهين صورة يعني تقريبا كاملة، بس يعني اختلاف جدا بسيط. عمري منال رجعي سئلي حياتي لما لحقنا على السؤال مالتج، وهسه نجاوبش تدلينين قلبي من عيونك. هذا 4 غرامات و240، سعره 375. نعرض الربر الثاني وزنه وسعره. وزنه 4 غرامات و170. طبعا من ناية يمينة المثقال حاليا 385 نبيع و 375 نشتري. سعره 370، يعني قلت لكم هو ما اكو اختلاف مثل ما يقول رضيع بيناتهم. اللي طلبوا تراش مع الاطفال شوفوا هذولي هواي ديزاينات اكو. شوفوا ياهم
اخذوا لها سكرين حق ذي قطعة معينة. يعني اغلب اللي يدزون يدزون صورة كاملة. عنواننا حاليا دمبيت فرع شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. شوفوا لياها هذول همي انا مال اطفال. المحبس اللي سألوا عليها وزنه 8 غرامات و 50 سنت. 8 غرامات و 50 سنت. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه قلبي. وزنه 8 غرامات 50 سنت. سعره 685. 685. بيسألون عن عنوان المكان اللي دمبث منه حاليا هو شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني مجاور إلسي. شو يقول اسمه؟ فاضل وين وراي تركض؟ عمو ما راكض وراك وين انت؟ ها قاعد مكاناني. شوفوا لي هذا السؤال وين هذه السودة؟ خذ رجعتها. يلا هيك شوفوا لي يا هذا انفينيتي كلش حلو مبينة ترى مبينة يعني حتى ياخذوها بصورة واضحة. كل الهلبيش نورتينا حبيبة عمري. شوفوا لي بالانستغرام بيسألون عن فاضل. منو يسأل على فاضل؟ ايه طلعوا فانزاتي 14 غرام ابو عباس. وين الموديلات الجديدة؟ ابشر بالموديلات الجديدة. كل سعره اي شيء يجينا احنا نعرفكم اياه. 460 مليون و 460 ايش بيخلي ارجع العالم؟ مليون و 460. شوفوا كل الموديلات الحديثة اللي توصلنا صدقوني ما راح نخليها توصل اصلا للسيستم، ما نخليها توصل لحسين المحاسب قبل، راح نعرض لكم اياها مباشرة هنا. يعني ما راح نضم عليكم اي قطعة. خلي اعرضها. يلا لحقتيني انت همي. هذا اللي يعطي مجال للشباب ياكلون. شباح اللي تسيلون عنها وزنها 21 غرام و 380. 21 غرام 380. سعرها مليون و 815. مليون 815. التراتش اللي لابستها 11 غرام 850. 11 غرام 850. سعرها مليون و 10. عمري المحبة 685 سعرها 685. السبحة. سبحان منال البياتي وين فاضل جاوبنا اكو جور 2000. العروض ال 2000 اول ما توصلنا العروض راح نعرض لكم اياها على البث المباشر. انتظرونا الاسبوع القادم راح نوفر لكم العروض ال 2000 وتدللين ست منال. همك تعال البث مالك. حتى نسيت شرابك. شوفوا لي هذا المحبس. شوفوا شقد حلو. باع الضحامه مالته. باعوا لي هذا وزنه 7 غرامات و 470. 7 غرامات و 470. سعره 635. 635. اكو ولد سأل على صور رجالي قبل شوي عرضها بس انت ما لحقت. ذولي ذولي ربر والاسوار وين؟ حبيبي حيدور نور البيت. شوفوا لي ذولي الكلبشات. المثقال حاليا 385 ليرة و 375 نشتري. شوفوا ليا شوفوا جمالهم عادي ماكو مشكلة إذا أخذتوا واحدة منها. ثاني نبيع بيع ثاني يعني حسب عليها وزن. شوف بس من اشتري لها أضبط. علي صباح حاليا عرضنا سوار رجالي يعني بس يمكن يدخل كارتير. فاضل؟ يدخل كارتير؟ رجالي؟ بس الحجر اي عمري مطروح هذا الحجر مطروح قلبي. شوفوا لي سعره 685. 685
لا تقصد على هذا فسوار رجالي هالشكل يعني. لا والله ما بس انا شراع المسافه يعني ليش يسالون على السبحه والكارتير السبحه وزنها 38 غرام عفوا 38 غرام 650 3,285,000 كارتير وخنيك 33 غرام و440 33 غرام و440 مليونين 840 مليونين و840 بعد شنو بدي اشوفهم شوفوا لي هذا سوار سوار العبد الله شنو شنو سؤالك واحنا راح نجاوبك شوفوا لي هذا سوار ليرات شوفوا هي لو القطعة السوداء كان كلش بين هذه العراق بيش نشتري ها فاضل ها عيني 335 عاشتيدج شوفوا لي اي شيء يعجبكم قولوا سكرين هذا وزنه 16 غرام و800 16 غرام و800 سعره مليون و430 مليون و430 شوفوا الليرات مالت الكت حلوه كبيره وصغيره باعوا لي اياها هذا الله رب العالمين هنا مكتوب الحمد لله حجر شنو نوعه يا حجر انا اعتقد مالي بس شنو نوع الحجر فاضل شنو نوع الحجر عيني هذا وزنه 16 غرام 16 غرام 720 المحبس مال سمو حريم سلطان وين الشجره الخضراء مالته شوفوا لي هذا ليرات هذا الزنجير مالته تشعب انعم من ذاك من اعطي سعره اه يلا اسوي الشويلي هسه اسوي له قرعه عرفت قلت وزنه 16 غرام 720 وزنه مليون و420 مليون و420 شوفوا لي هذا 11 غرام و600 11 غرام و600 سعر 985 985 الذهب حاليا 385 نبيع و 375 نشتري اريد تشوفهم حلو الحبيب الخطيبتي اي حنعرض بعد شويه هذا صديقي اللي يقول فاطمه جاوبي فدو اريد اجيب نديل حبيبتي كيف هذه مكاركر بيكو شالها منها سادة وهذا كارتير سادة كارتير جين سارغون هذا يعني تقريبا يلبس وجهين شوفوا لي الوجه الثاني اسود مو سمائي هذا سعره او بالاحرى وزنه 15 غرام و420 15 غرام و420 مصطفى بلا زحمه الحجر ولا بتشيل نوعه مليون 310 هذا الحجر 310 شنو نوعه كارتير سادة وزنه 16 غرام 580 16 غرام 580 سعره مليون و410 مليون و410 اريد اجي لمحلكم نورنا حبيبي علي مرنا للمحل وتدلل على المحبس الحجر مالته شنو حبيبي زارغون شوفي شوفوا لي هذا السوار كارتير شوفوا هذا
ساعدوا لنا البث. عمري وذق حبيبي. هذا وزنه 18 غرام و 680. سعره 1,585,000. مليون و 585. شوفوا. أي شيء يعجبكم وطلبوه بتعليقات حتى احنا نموت. بيش نشتري الذهب العراقي؟ فاضل؟ 35 و40. العراقي؟ شوفي اللي طلبوا تراتشي. شوفوا ذولي هنا يا انستغرام بني تطلب تراتشي. اي عمري حبيبي مو لابستهم غلط، هم هالشكل يعني لمعتهم وديزاينهم هم هالشكل. مات البنية اللي طلبة التراشي حدود 500، هذولي 500 وأقل يعني بهالحدود. هاي إحدى الموديلات بس. توصيل كردستان محافظة كوك موجود، متوفر توصيل كافة محافظات العراق. هذولي اللي عرضتهم هسه وزنهم 5 غرامات و 260، 5 غرامات و 260. سعرها 445. شوفوا ليها الملاوي سعرهم 5,305,000. 5,305,000 وزنهم 62 غرام و 390. لسه شاي الشباحي. هذه وزنها 17 غرام و 810. 17 غرام و 810. سعره 1,515,000. 1,515,000. منورين بوجودكم عيني حسين. خلي نقرا التعليقات شويه ما دام نلحق نجاوب كل شيء. متوفر توصيل كافة محافظات العراق. داخل بغداد 10 وباقي المحافظات 15. شوفوا لي هذا السوار. هو كده السوارات اللي أنا لابستهم سعرهم دولي بتوت سعرهم 8,435,000. هذا وزنه 12 غرام و 650. 12 غرام و 650. سعره 1,075,000. 1,075,000. شوفوا لي هذا السوار. شوفوا شقد حلو وكلش عملي لان الزنجيل مالته شعب. شوفوا حبيبي بنته توفر عروض قطع 2000 تدلون نسوي لكم بث تدلون عمري. هذا وزنه 14 غرام و 680. سعره 1,245,000. 1,245,000. شوفوا عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، وحاليا دندث من مول النخيل الطابق الثاني، والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوفة القديم. بيسألون على الكوت اللي لابستهم. توت دولي دولي التوت وزنهم 99 غرام و 250.
سعر هم 8,435,000 8,435,000 متوفر توصيل صلاح الدين عيني 15 كافة المحافظات داخل العراق 10 حبيبي دزي لنا حتى نطيش تفاصيل تراش الأطفال الكف هذا الشباحي وزنه 17 غرام و810 17 غرام و810 سعره 1,515,000 ذهب عيار 21 كل البضاعة بدنا نعرضها كلها مستورد إيطالي وخليجي وتركي كل هذا السوار بانسير بيبين وزنه 6 غرامات و 170 6 غرامات و 170 سعره 525 525 شوفوا لي هذا السوار شوف شقد حلو هذا وزنه 20 غرام و 550 20 غرام و 550 سعره 1,745,000 1,745,000 شوفوا تدلين قلبي راح اعرض لك ثلاث اطفال شوفي هذولي موديل شوفوا باعوا هذا همينه طفيها سكرين حتى ندزلش تفاصيل القطعة رتيها شوفوا اي نعم مثقال 5 غرام سوار كارتير تقدرون تاخذوه ويا القطعة اللي انا لابستها حاليا العقد قفلة فيرزاتشي وزنه 13 غرام 120 13 غرام و 120 سعره 1,115,000 1,115,000 تراشي تراشي جولي شوفوهم بصورة أوضح 11 غرام 850 11 غرام 850 سعره 1,010,000 1,010,000 معك من الأسئلة محامس رجالي عندكم موجود يعني متوفر عرضنا سابقا بداية البث بس ايش سايكم انتم موجودين تدزونا خاص وتدللون ارجعوا على البث تاخذوا لها سكرين وتدللون المثقال 5 غرامات المثقال حانية 385 بيع و 375 نشتري ولهنا ونختم وياكم البث ان شاء الله استمتعتوا بوقتكم وان شاء الله ما قصرنا وياكم اي شيء تحتاجون دزولنا اياه خاص واحنا نجاوبكم تدللون مع السلامه